21 من آذار مارس 2019، أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. 4 سنوات من الحرب في اليمن، لا الحزم أتى ولا اليمن انهزم. نازربايف يستقيل وأستانا تغير اسمها لتصبح نور سلطان. ما الذي يحدث في كازاخستان؟ عيد يجمع العالم لأن الحب كله تختصره كلمة أم. إلى أمهاتنا تحية من المشهدية. كما في الحياة الواقعية كذلك الافتراضية أيضا، السوشيال ميديا تغرق بصور الأمهات والمعايدات. لا الحزم اكتمل ولا الأمل عاد. ما بدأ عاصفة حزم وحسم لم ينتهي حتى الآن سوى بالفشل العسكري. عملية عاصفة الحزم بدأت في منتصف ليل البارحة. كان الهدف من هذه العملية تحييد الدفاعات الجوية، مراكز القيادة والسيطرة، مراكز الاتصالات والدفاعات الجوية من المضادات الأرضية، سواء صواريخ سام أو المدفعية المضادة للطائرات. فشل تراكم في السنوات الأربع الماضية للحرب على اليمن. إعلان السيطرة على مدن تبين أنها كانت انتصارات وهمية وإعلامية لا وجود لها مطلقا على الأرض. الحديدة كانت أوضح مثال. تم بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم تحرير مطار الحديدة بمشاركة ألوية العمالقة وبإسناد من قوات التحالف العربي. لا صحة ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن سيطرة قوات الاحتلال والغزاة والمرتزقة على مطار الحديدة. فمطار الحديدة لا زال كما هو صورناه المرة السابقة، وما تم نشره في موقع تويتر التابع لوزارة الخارجية السعودية غير صحيح. دمار وشهداء وجرحى، حصار وجوع وفقر، هذا طبعا ما خلفه العدوان المستمر حتى اليوم. إنما هناك إرادة لم تنكسر، فبرغم الحرب تمكن اليمنيون من الصمود وابتكار طرق للعيش والحياة. في الصناعات الحربية مثلا كان النجاح مذهلا. حققت القوة الصاروخية نجاحات كبيرة وصولا إلى إنتاج صواريخ باليستية محلية الصنع بنسبة 100%. قواتنا المسلحة قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ البالستية في وقت واحد على أكثر من هدف للعدو في الداخل والخارج. كذلك لم يفقد اليمنيون رغبتهم في التعلم مثلا، في ممارسة الفنون وحتى ممارسة حياتهم الطبيعية اليومية. أمام هذه المشهدية نحن سنطرح الليلة أسئلة ثلاثة. أولا، ماذا حققت الحرب على اليمن في سنواتها الأربع؟ ثانيا، ما سر صمود اليمنيين؟ والسؤال الأهم، إلى متى سيبقى هذا البلد في حالة حرب ومفاوضات متعثرة؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا الليلة مع ضيفة المشهد الساخن، رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، الشاعرة دكتورة ابتسام المتوكل. مساء الخير وأهلا بك دكتورة ابتسام. مساء الخير دكتورة. عندما مساء الصمود، مساء العزة، أهلا بك. عندما بدأت الحرب وأعلن عن العدوان وعاصفة الحزم وكل ما إلى هنالك، بعد 3 أشهر أعلن التحالف بأن هذه العاصفة انتهت وبدأت إعادة الأمل، يعني انتهى كل شيء. وبعد إعادة الأمل تراكمت كرة الثلج وكبرت، والآن نحن في ذكرى الرابعة لبداية هذه الحرب المدمرة. كيف برأيك انجر التحالف الذي تقوده السعودية إلى 4 سنوات من حرب لا نتيجة لها؟ في رأيي أن العاصفة التي بدأت بالحزم وتم تحويلها إلى مسمى إعادة الأمل، ولم يعد يتحدث أحد منهم لا عن الحزم ولا عن الأمل، تمخضت عن وهم كبير في وعن جهل كبير بمعرفة اليمن واليمنيين. من هنا، من هذه نقطة الجهل الكبيرة، من الإحساس بالغرور والقوة التي تملكت قوى التحالف، استطعنا أن نصل إلى 4 أعوام من هزيمة مستمرة متلاحقة لهذه العاصفة العدوانية،
وفي مقابلها إلى 4 سنوات من صناعة الحياة وصناعة النصر وصناعة الثبات والبقاء على هذه الأرض. لأنك تحدثت عن صناعة الحياة، هذا تعبير جميل في الواقع، ونريد أن نركز على ذلك في المشهدية الليلة. دكتورة، أنت موجودة في صنعاء في اليمن، في هذه 4 سنوات صفي لنا كيف تغيرت الحياة بالنسبة إليكم؟ تغيرت تغيرا كليا، يعني ما كان موجودا قبل 2015 في شهر مارس لم يعد هو الموجود اليوم. هناك حصار خانق، هناك مآسي، هناك كوارث، نعم، ولكن بالمقابل هناك عزيمة قوية، هناك إرادة للبقاء، هناك رغبة في كسر هذا التحالف عن طريق الاستمرار على هذا التراب، المواجهة، عدم التخلي عن الأرض. لم نبارح هذه الأرض منذ أن انطلقت العاصفة العدوانية، ولن نبارحها. هذا ليس كلاما مجازيا، هذا هو الواقع الذي يعيشه اليمنيون. حتى أن من كان عالقا في بدايات العدوان على اليمن عاد جميع العالقين إلا قلة قليلة. فنحن قد تغيرنا، تغيرت أولوياتنا، تغيرت نظرتنا للحياة، تغيرت حتى ألعاب أطفالنا، معرفتنا بأنفسنا. لم نكن نعرف أننا نستطيع المواجهة كل هذه المدة في أول العاصفة، في أول التحالف، في أول الحرب أو العدوان إذا شئت. كنا نظن أننا لن نستطيع البقاء حتى 2 أو 3 شهور في ظل ذلك القصف المتوحش. الآن لم يعد ذلك القصف المتوحش يستطيع أن يفعل شيئا. نحن استلمنا زمام المبادرة، أعدنا الكرة إلى العدو، ورمينا الكثير من الأوراق التي كان يلعب بها وأسقطناها. ها هنا تغيرت فعلا الحياة، ولكن لم يتغير ثقة الشعب اليمني بقضية بأننا معتدى علينا، نحن مظلومون، نحن لم نتوجه إلى أحد لا بسلاح ولا برصاصة ولا بقنبلة. حتى ما قبل هذه الحرب كانت التفجيرات والاغتيالات التي تصادفت، أن كان تفجير مسجدين في صنعاء في يوم 20 مارس، ومع ذلك لم يتحدث العالم عن ذلك التفجير. الآن نحن لم نعد نشهد التفجيرات ولا الاغتيالات، لقد انتهت الأوراق التي كان يلعب بها العدو من الداخل. واستطعنا الآن أن نحول المعركة إلى أرضه وفي ملعبه، والآن نسمع صراخ العدو من الصواريخ اليمنية، من الاعتداءات اليمنية، ما يسمى بالاعتداءات، وهي حق طبيعي في الرد لكل شعب مرتد عليه. نحن سألنا الناس، يعني المغردين على موقع تويتر، بعد 4 سنوات على الحرب على اليمن، هل تعتقدون أن عاصفة الحزم حققت هدفها؟ نشاهد ماذا قال الناس، كيف صوتوا. الغالبية العظمى من المغردين قالت أن هذه الحرب لم تحقق هدفها. لا أدري إذا كانت الأرقام جاهزة أم بعد. طيب، في كل الأحوال كل ما يصدر الآن على الشاشة، التغريدات، هي أجابت عن هذا السؤال. في الواقع التغريدات تشاهدونها هي ما أنتم كتبتموه مشاهدينا على موقع تويتر، أراءكم باستطاعتكم أن تغردوا الآن على تويتر على هاشتاج المشهدية، واسم المشهدية إذن، لكي تقرأوا تغريداتكم وتعليقاتكم. دكتورة، في قبل قليل تحدثت عن أيضا أمر مهم، أن طريقة مقاربتكم للحياة اختلفت في اليمن الآن. ما الذي ينقصكم؟ قبل أن أتحدث عن ماذا لديكم، ما الذي ينقص اليمنيين الآن؟ ينقصنا أن نتحرك من أرضنا إلى أي مكان في العالم. ينقصنا أن نعود قادرين على الحركة، وينقصنا أن نعيش بأمان بدون أن نتوقع أن طائرة غادرة ستقصف طفلة أو طفلا أو امرأة أو أناس عابرين على الطريق. ينقصنا امتلاك الإحساس الحق بالحياة كما يعيشه العالم، بدون تدخل قصف غادر يقضي على الحياة، وبقدرة على التحرك والعودة إلى أرضنا بدون حصار خانق استطاع أن
يضيف إلى مآسي اليمنيين بسبب الأعمال العسكرية مآسي إنسانية أخرى لم تدون ضمن الضحايا المباشرين للحرب، ولكنها فعلا ضمن الضحايا العدوان والحرب على اليمن. ينقصنا بالفعل أن تعود اللحظة إلى ما قبل 4 سنوات، إلى أننا نرى الطائرة فنفرح ويفرح أطفالنا، ولكنهم الآن عندما يسمعون الطائرة أو يرونها يعرفون أن عدوا ماكرا يتربص بأحلامهم ويمكن في أي لحظة أن ينهيها تماما أو أن يجعلهم وحيدين في مقابل قتل جميع أفراد الأسرة. تماما، يعني هذه من الأثار السلبية للحروب بشكل عام، ليس فقط في اليمن إنما أينما كان. في كل أحوال النتيجة كانت يعني للسؤال الأهداف التي حققتها عاصفة الحزم، 91% قالوا أن لا، عاصفة الحزم لم تحقق أهدافها، وفقط هناك 9% قالوا نعم. دكتورة، صناعة الحياة، كيف استطعتم الصمود؟ أنا هنا أتحدث عن مجمل القطاعات، أريد أن أفصل معك قليلا. يعني الإنسان في حياته هو يحتاج إلى المأكل والمشرب والصحة الجيدة، التعليم، وأن يعيش حياته بشكل طبيعي. ربما الأمور الأخرى تكون كماليات، ولكنها مهمة، يعني أن يتفسح، يتنزه، يتعلم، يرقص، ربما يتمتع بحياة طبيعية ككل إنسان. بالنسبة لهذه القطاعات الهامة، مثلا التعليم للأطفال، كيف استمريتم في مقاومة قصف المدارس على سبيل المثال؟ بالإصرار على كسر الخوف من هذه الطائرة وإسقاطها بالمضي إلى المدرسة. جزمة إشراق المعافى، الطفلة التي كانت ذاهبة في نهم إلى مدرسة الفلاح وقصفتها الطائرة، كانت هي التي استطاعت أن تصفع هذه الطائرة وأن ترد عليها. لم نخف، لم يعد لدينا ما نخسره، حتى أطفالنا أرادوا أن يتعلموا، وفعلا في الفترة الأولى التي عدنا فيها بأطفالنا إلى المدارس كانت الطائرات تحلق لترعبهم، ولكنهم استمروا. لقد أصبحت المسألة مسألة كرامة حتى لدى الطفل، حتى لدى التلميذ، مسألة أن تكسر غرور هذا القاتل، أن تقول له أنك لن تستطيع أن تفعل معي شيئا، وإن الموت إذا ما جاء سيجيء مرة واحدة، وبالتالي سنعيش حتى تأتي الساعة التي ننتهي فيها دون أن تميتنا آلاف المرات. هذه المسألة يعني صارت هكذا تلقائية، لم نقلها لأطفالنا ولم يقلها الكبار للصغار، ولكنها أصبحت روحا واحدة. ذهب الطلاب إلى المدارس وعادوا، ثم ذهبوا وعادوا، والآن هم يدرسون للعام الرابع. إذن ماذا حققت الحرب؟ ماذا حققت الدول التحالف؟ أنا أتفق مع الذين قالوا لا، وأيضا أتفق مع الذين قالوا نعم. لأن نعم هنا إذا كانت أهدافها غير المعلنة، وهي قتل اليمنيين، تخريب البنية التحتية، الدمار والحرب للمستقبل، لأنهم يقصفون المزارع ويقصفون حتى الحيوانات، فها هنا إن كانت هذه أهدافها وإن كان الذين صوتوا بنعم يقصدون ذلك، فهي قد حققت كثيرا من تلك الأهداف للأسف. طيب دكتورة، نحن أيضا سنستمع إلى بعض الآراء من قبل المغردين في فقرة أنت المحلل. هم قالوا ما رأيهم فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحناه وأجابوا عليه، ولكن أيضا قالوا كيف يعني هو واقع الحال اليوم في الحرب، الواقع السياسي. يعني طبعا كان تركيز كبير على واقع السياسي والصراع الحاصل في اليمن. نشاهد ماذا قال المغردون. لا حل عسكري في اليمن، لا حل عسكري في اليمن، الحل في اليمن هو حل سياسي سلمي، لأن اليمنيين أثبتوا فعلا أنه يمنهم هو مقبرة الروسات. وتحياتي لكم ولجميع المشاهدين. لم ولن تحقق السعودية أهدافها المعلنة وغير المعلنة في اليمن، لأنه هو بكل بساطة اليمن مقبرة القزاة، ونحن أهل الحرب والقتال. كلما طالت فترة الحرب كلما تأكد انتصار اليمن على قوى العدوان. إذن هذا بالنسبة لبعض الآراء. دكتورة، وأنت تتحدثين في الخلفية هناك المباني القديمة يعني اليمنية التراثية، حتى بالنسبة للتراث دأب الاحتلال على تهديمها. نذكر يعني عندما تم قصف المدينة القديمة في صنعاء، كم كانت مؤلمة هذه الصورة، نشاهد هذه الأبنية التراثية
تندثر يعني في الأرض. كيف برأيك يعني في المرحلة المقبلة ستتم العودة يعني بعد انتهاء الحرب، نأمل ذلك أن يكون في وقت قريب، عودة تجميع هذا الدمار؟ اليمني بطبيعته بناء، وهو يستطيع أن يعيد بناء الأشياء، لأن هذه صحيح أنها أماكن تراثية وتاريخية وتندر على مستوى العالم، لكن صناعها من اليمنيين موجودون ويستطيعون إعادة البناء، فقط ليتركنا الأعداء وشأننا، فقط ليكفوا عنا حربهم وحصارهم وتدخلاتهم. وأراهن وأثق أن الشعب الذي صنع هذه اللوحة من الصمود والثبات ومواجهة أعتى الآليات العسكرية والتحالفات على المستوى المعلن وغير المعلن، هو قادر على إعادة لوحة العمارة اليمنية الفريدة الصنعانية وغيرها. صحيح نحن نتألم عندما تقصف الآثار والتاريخ التي هي ملك للإنسانية، وبدون تدخل جاد من الجهات المعنية على المستوى الدولي مثل اليونسكو، ومع ذلك نقول نحن قادرون على إعادتها. كما ترين في الخلفية، بالفعل نحن في مكان يطل على صنعاء القديمة، وما زالت الأبنية تقاوم. القصر الجمهوري وهو واحد من الأبنية التي تعد تاريخية، عندما قصفته طائرات العدوان ظل واقفا، يعني رغم الدمار لكنه لم ينحني وما زال موجودا بهذه الهيئة بهذه الكيفية، مهدم مقصوف عليه أثر العدوان، ولكنه كشأن الشعب اليمني واقف ولم تنهر أركانه. هذا جزء مما لا يفهمه الأعداء عن اليمن واليمنيين، دكتورة، وحتى عن المكان نفسه. نعم، نحن في الواقع سعيدين جدا لأنك معنا طبعا كما تمثلينه، ولكن أيضا لأنك امرأة، وهنا أريد أن أتحدث عن المرأة اليمنية خلال هذه السنوات الأربعة. كيف قاومت المرأة اليمنية هذا العدوان؟ ما كان دورها؟ كل الأدوار التي صنعها اليمنيون كانت فيها نساء وما زالت فيها نساء. بالفعل هذه المرحلة أظهرت الوجه المشرق والوجه العنيد والمقاوم لشخصية المرأة اليمنية، التي كانت تبدو من وراء حجاب، خجولة، لا تستطيع المشاركة. الآن هي الأكثر مشاركة، هي الأكثر ثباتا، بل أنها فاجأت حتى الرجال في قدرتها على ابتلاع أو تلقي الصدمات وعدم الانهيار. هي التي تدير البدائل الاقتصادية بسبب الحصار وبسبب محاولة اللعب بالورقة الاقتصادية. المرأة اليمنية اخترعت بدائل لم تكن تخطر لنا على بال في إدارة أزمة الغاز أو أزمة الوقود أو أزمة قطع الرواتب، وكلها أزمات يد الأعداء فيها ويد التحالف ظاهرة ولا يمكن إنكارها. ولهذا السبب تحديدا استطاعت النساء أن تقول لن تكسرونا بهذه الورقة وسنتدبر أمرنا. هي في الجانب الثقافي موجودة ومشاركة في الوقفات، في المسيرات، في الفعاليات، في التوعية، في كثير من الأنشطة. هناك فتيات لم يكن يخطر لهن على بال أنهن سيخرجن إلى ميدان الثقافة أو ميدان التوعية أو ميدان العمل العام، وهن اليوم الأكثر فاعلية والأكثر قدرة على التأثير وإدارة المشهد. وأنت خير مثال دكتورة على ذلك. لذلك نحن قبل أن نختم معك، لا أدري إذا كان لديك أي أبيات شعرية ربما نختم بها. دائما تعلمين الثقافة والفن تعطي صورة ونظرة أجمل للحياة، على هذه الأبيات أيضا تبشر بأفق أفضل وأوسع وأرحب لليمنيين بعد هذه السنوات الأربعة السوداء. هل لديك أي شيء تقولينه بأبياتك الشعرية؟ لا، هناك أشياء بالموضوع كثيرة في الحقيقة. أنا لم أحضر، لكن أريد أن أقول من الذاكرة هكذا أبيات. ماذا بوسعي أن يقول لساني، هذا الغرام العذب محض يماني، أنا إن شدوت بأي لحن إنما تنساب من يمن الهوى الحاني، فأرتل الأنغام من إيقاعه إني سأتلو باسمه إيماني، في أي أرض
كنت أو سأيمم صنع البهية سحرها عنواني لي في ذرى السمراء بحر عاشق عدن التي في شطها شطآني لو تبحث النجمات عن أخت لها تعز ستبدي ضوءها الرباني أو تمطر الرقصات عندي سرها لحج التي تحنو على أحزاني أو تبحث الأشجار عن وطن لها إب ستسفر عن ربا بعداني أو تعشق الوديان قلبي تائه في حضر موت البحر والوديان. قصيدة أطول من هذا ولكن هذا شوقتنا لكي نذهب إلى اليمن ونزور كل هذه المدن. في الواقع نأمل فعلا أن تنتهي الحرب ويعود اليمن، تعود الرحلات الجوية، يعود اليمن إلى سابق عهده قبل 2015 وربما في مرحلة ازدهار أكبر وأحلى. يعني شكرا جزيلا لك دكتورة ابتسام متوكل، كانت مقابلة فيها الكثير من العاطفة والكثير من الأمل أيضا. الآن أعطيتنا الأمل بأن تكون السنوات المقبلة أفضل لليمنيين ولليمن أيضا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا قادمون بالفعل بهذه الثقة، قادمون بهذه الثقة الله. وأنا أريد أن أشد على قناة الميادين التي ظلت منذ بداية التحالف الحربي والعدوان على اليمن نافذة مضيئة تتلمس من الداخل ومن قلب مدن اليمن الصوت اليمني الثابت على الأرض والذي يعني يستطيع أن يقول ماذا يحدث كما هو حاصل فعلا. شكرا لكم. وفي العام الخامس نقول نحن قادرون على المواجهة بوضوح رؤية، بثقة بالنصر وبصناعة لحياة مختلفة نتخلص فيها من كل هذا الركام. قريبا إن شاء الله نحتفل معكم ونرقص ونغني بإيقاعات يمنية وبأبيات شعرية من كل مناطق اليمن قريبا جدا بانتهاء هذه الكارثة العدوانية الحرب دكتورة. على اليمن. وهذا أقل واجب بالنسبة إلينا. دكتورة ابتسام متوكل رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، كنت معنا من صنعاء الجميلة التي تظهر بكل بهائها في الصورة. مشاهدينا قبل أن نختم الملف أو المشهد الساخن سنذهب قليلا لكي نضيء على كيف الجيش اليمني واللجان استطاعوا أن يطوروا أسلحة جديدة وتحقيق إنجازات عسكرية في الصناعة العسكرية تحديدا. مشاهد
المشهد السياسي سنذهب به الآن إلى كازاخستان التي شهدت تطورات سياسية تمثلت باستقالة رئيسها نور سلطان نظربايف. نظربايف استقال لكن اسمه أطلق على العاصمة التي تغير اسمها، لم تعد هناك أستانا، أصبحت العاصمة نور سلطان. الرئيس الجديد بالوكالة توكايف قاسم جومارت توكايف اقترح تغيير اسم العاصمة، ثم أيد البرلمان هذا الاقتراح عبر التصويت. الرئيس الروسي أيضا فلاديمير بوتين شكر نظربايف ونوه بتعاونه وعمله المشترك مع روسيا. طهران أيضا أشادت به وقالت أنها تدعم التغييرات التي تأتي في إطار دستور هذا البلد. أما الرئيس التركي فأعرب عن أمله في أن يحمل قرار الاستقالة الذي اتخذه رئيس كازاخستان الخير للشعب الكازاخي وللدولة. والآن سينضم إلينا زميلنا سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو في روسيا لنفهم منك قليلا سلام عن هذه التغييرات، ما الذي حدث؟ يعني كيف نفهم هذه التغييرات؟ كيف نفهم استقالة نظربايف من السلطة؟ أهلا بك لانا، أعجبني جدا لفظك الصحيح لمدينة أستانا لأن هناك تعلمنا منك سلام لأنك هناك خطأ شائع في الإعلام العربي يطلق على هذه كان يطلق على هذه المدينة تسمية الأستانا والأستانا نسبة إلى القسطنطينية أو إسطنبول عاصمة تركيا. الإمبراطورية طبعا. العثمانية نعم نعم نعم، لكن هذه كلمة كازاخية طبعا على الرغم من أن اللغة الكازاخية هي إحدى اللغات التركية، لكن كلمة أستانا تعني باللغة الكازاخية المدينة الأولى أو العاصمة. أستانا يعني الأولى أو الكبرى أو الأولى أو العاصمة، وأستانا هي المدينة فهي المدينة الأولى أو العاصمة. طبعا التغيرات التي طرأت على مدى اليومين الأخيرين في كازاخستان وفي أستانا التي باتت تسمى الآن نور سلطان لا أستطيع أن أصفها بالمفاجئة، لأن لطالما الرئيس نظربايف الآن أصبح في يعني أصبح مستقيلا الآن وسلم العهد إلى خلفه قاسم جمعة توكايف، كان دائما يتحدث عن أنه ليس متمسكا بالسلطة وينتظر الفرصة المناسبة والمؤاتية ليقوم بعملية نقل سلطة سلس بعملية سلسة لنقل السلطة لمن يستحقها. كان طبعا هناك أحاديث في السابق بأنه قد ينقل السلطة إلى ابنته الكبرى داريغا، لكن هذا الأمر لم يتحقق وهذا شيء طبيعي في بلد رغم أن كازاخستان تعتبر دولة علمانية متعددة الإثنيات والأديان لكنها تبقى ذات صبغة إسلامية، وهو لا يريد أن يعني يتعامل مع شعبه بطريقة قد لا يتقبلها وهو أن ينقل السلطة إلى امرأة رغم أن المرأة الكازاخية لها دور كبير في المجتمع وهناك شخصيات كازاخية على مدى العقود السابقة كان للمرأة الكازاخية دور كبير لا يمكن أن يستهان به. يعني الرئيس الجديد يعني الذي نقلت إليه السلطة سيبقى لل 2020، هل برأيك سيعود ويترشح؟ يعني قد يكون هو الرئيس المقبل أم ابنة الرئيس أم يعني هناك يعني كيف هو شكل ربما المرحلة المقبلة على مستوى الرئاسة في كازاخستان؟ نستطيع أن نتكهن من الآن أم صعب هذا السؤال؟ في الواقع توكايف رجل سياسي محنك ودبلوماسي ذو خبرة كبيرة وطويلة، هو يمارس العمل الدبلوماسي منذ العهد السوفيتي وتبوأ مناصب مهمة حتى في العهد السوفيتي وحتى في يعني العهد الجديد بالنسبة لكازاخستان، بحيث أنه وصل إلى منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة وكان رئيسا لفرع الأمم المتحدة في جنيف على مدى بضع سنوات، بالإضافة إلى أنه كان وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء، وآخر مناصبه هو ثاني منصب في الدولة وهو رئيس المجلس الأعلى مجلس الشيوخ في كازاخستان. هذا الرجل رافق الرئيس نظربايف على مدى حوالي ربع قرن عمليا منذ تشكل الدولة الكازاخية الحديثة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، وله علاقات واسعة سواء كان على مستوى العالم أو على مستوى المحيط الطبيعي لكازاخستان. يعني تعتقد أن نظربايف الذي بقي في السلطة لـ30 عاما تقريبا لن يكون هناك
أي تغييرات أو تغير في السياسة للسياسة الكازاخية؟ وهنا ما يهمنا طبعا السياسة الدولية يعني والإقليمية. نعلم موقع كازاخستان الهام في كل المنطقة المحيطة بها، أكان بالنسبة لعلاقتها مع روسيا أو حتى مع إيران ومع تركيا كان هناك ترحيب. هل هذا يؤشر إلى أن الرئيس الجديد لن يغير في هذه العلاقات الدولية لكازاخستان؟ هذا هو الصحيح، لأن كازاخستان والرئيس نظرباييف بالأحرى بنى نظام سياسي متين ومستقر، استطاع أن يقيم علاقات متينة مع كافة دول العالم، يعني الدول التي لكازاخستان أهمية بأن تعتني بها، وهذا يمتد من الغرب إلى الشرق، من الفضاء السوفيتي إلى الفضاء الأوروبي، وطبعا مع العالم الإسلامي والدول الإسلامية، وكازاخستان عضو نشيط حتى في منظمة التعاون الإسلامي. لذلك هناك استمرارية في هذه السياسة، واختيار توكايف إلى منصب حاليا هو القائم بأعمال الرئيس، لكن عمليا سلمت له العهدة بالكامل. هذا يعني أنه السياسة التي انتهجها نظرباييف ستستمر، ولا سيما أن من أهم محاور هذه السياسة هي تقوية العلاقات مع المحيط الطبيعي لها، الفضاء السوفيتي السابق، وتحديدا مع روسيا و ما يسمى بالاتحاد الأوراسي، الذي يعتبر نظرباييف هو وضع الأيديولوجيا لهذا الاتحاد، وهو يعني حتى يوصف من قبل الجميع بأنه أعطى الراية للرئيس بوتين لكي يعيد بناء اتحاد جديد على الفضاء السوفيتي السابق، ولكن بعقلية جديدة، بأفكار جديدة، وبالاعتماد على البراغماتية وعلى النمو الاقتصادي وعلى إقامة علاقات متعددة الاتجاهات والمحاور. لذلك هذه السياسة تستمر. سلام، إذا من ألم وسعدا سنقول لن نقول عاصمة كازاخستان هي أستنا، وحتى بالنسبة لمعظم المشاهدين في العالم العربي يعرفونها بسبب المحادثات السورية التي احتضنتها هذه العاصمة، سنقول نور سلطان. فشكرا جزيلا لك سلام العبيدي من موسكو على هذه الإضاءة، مدير مكتب الميادين في موسكو، على كل هذه التفاصيل. ولأننا نتحدث عن كازاخستان مشاهدينا، لا نريد أن نترككم من دون أن نعرفكم قليلا على بعض المعالم السياحية في كازاخستان. مسجد نور أستانا الآن أصبح مسجد نور سلطان، هو المسجد الأشهر في العاصمة. حرصت الحكومة على بنائه بمواصفات محددة لها دلالات تاريخية ودينية. طوله يبلغ 40 مترا، وهو عمر النبي محمد عند بدء الهجرة، وطول المئذنة 63 مترا، وهو عمر الرسول عند وفاته. فيه دلالات ملفتة للغاية. أيضا هناك نصب آخر اسمه بايتيريك، أتمنى أنني ألفظ الكلام جيدا، يعني باللغة الكازاخستانية شجرة الحياة. وفق الأساطير المحلية جميل جدا هذا المبنى، فإنها شجرة التي تقع بين النهر بين العالمين السفلي والعلوي، كما تمثل هذه الشجرة رمزا لكازاخستان الماضي والحاضر والمستقبل. هناك أيضا متحف اسمه أتاميكين، المتحف الرئيسي في البلاد. ننتقل إلى المتحف الآن. يضم سيرة التاريخ الكازاخستاني بالكامل، ويقع على مساحة ضخمة تضم أكثر من 400 مجسم. أما خيمة خان شارتر فهي خيمة ترفيهية عملاقة على مساحة 100,000 متر، وتعد وجهة التسوق الأولى في كازاخستان، وتضم متاجر لأسماء عالمية شهيرة بالإضافة إلى المطاعم ووسائل الترفيه. أول مرة بشوف متجر للتسوق بهذا الشكل. هناك أيضا قصر السلام، هو مركز ديني شهير يشار إليه كمركز عالمي للتسامح الديني، يضم دار أوبرا بسعة 1500 فرد ومرافق تعليمية. إذن هذا بالنسبة لأبرز معالم كازاخستان، جميلة جدا وتشجع ربما على زيارة البلد. وفيها هندسة، هذا الملفت، الهندسة أيضا غريبة في كل المعالم التي شاهدناها. للآن مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير، بعد الفاصل نعود للمشهدية وسنعيد معكم ومع كل أمهات العالم. ابقوا معنا. والآن أهلا بكم إلى المشهدية طبعا، وسنذهب مباشرة إلى المشهد الإنساني.
طبعا هذا العيد هو عيد اجتماعي يعني بين الناس، ولكن نحن وضعناه في خانة إنسانية للغاية، لأنه فعلا لا أحد كالأم، لا يمكن أن تقارن بأي مخلوق ربما على هذه الأرض، وحتى لا يوم كيوم الأم فهو يبقى الجامع لكل إنسان، وبين من عايد والدته ومن صلى لها بعدما فقدها ربما، وبين من هو بعيد أيضا عن والدته واكتفى بمعايدتها برسالة، تنوعت المعايدات، العلاقة العاطفية بين الأم وأطفالها تبقى استثنائية وتتخطى كل المشاعر الإنسانية. لذلك اليوم سنكتفي في المشهدية بتحية للأمهات في عيدهن، وسنستقبل زميلتنا سارة الحاف. مساء الخير سارة. مساء أنا. كيفك؟ أول شيء كل عيد وأنت بخير كمان. وأنت بخير. أزار يوريتش. الله يخلي لك أمك. تفضلي. نعيد كل حضرت لنا اليوم بعيد الأم. لأن نحن حبينا بس إنه ننزل على الشارع نخلي الناس تتحكي بعفوية مطلقة. رسالة توجهها ببساطة للأم، فرصة تكون أنه للي يمكن صار له فترة ما قال لأمه رسالة معينة، كلمة بحبك، كلمة شكرا. وتفاجأت بكمية العفوية اللي شفتها بين الناس والإيجابية كمان لما يتعلق الموضوع بعيد الأم، فأكيد ما رح أحرق التقرير يعني. نشاهد ماذا قال الناس وكيف أكيد تفاعلوا مع سارة وطبعا مع عيد الأم. عيد الأم بحبك. كل يوم بقولها بحبك. انتو توينز؟ صح. لما بيقولوا لي صباح الخير يا ماما بتسوى الدنيا وما فيها، ما بدي شيء منهم. بحبها كثير وبدي هديها هدية على عيد الأم، وهي كما اعتنت فيني راح اعتني فيها. يكون كل الأولاد حواليا ويكون كلهم بصحتهم منيحة. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، لا تخليني أبكي. يا حنينة وكل كتيبة. يلا الصبح إذا ما صبحت فيها وغمرتني هيك ما بنبسط أبدا، أحلى شيء بالحياة هو ربي خليكي. الواحد بينطر بس عيد الأم ليقلها لأمه إنه بيحبها وبوعدها. لا كل يوم بقول لها الله يخلينا اياك بنحبك كثير. انا كل لحظه بقول لها بحبك، كل لحظه بحب ضمها وبوسها، وانا مسافره بكره فحاسه كثير يعني حفقد لها. امي بحبها كثير. حتى انا عبطة صراحه. ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب. الله يوفقك الله يرضى عليك. شكرا على الصوم مثلا ممكن على الاكل. إلا بحبك يا ماما وهيك قصص. على التليفون بس لقيت لك لقال لك بحبك. ليك مد ما بقول لك كل يوم انا بحبك كثير. بس انا وقفوا قالوا لك قول لامي. هلا لا انا لا اكيد لا. ما بتصير فجاه يعني. الو يا ماما حبيبتي كيفك؟ الا بس بدي اقول لك بحبك بمناسبه عيد الام. اي محمود ماما كيفك؟ الحمد لله. بس بدي اقول لك انه بحبك حبيبي. كل سنة وكل شوي وكل ساعة وكل دقيقة وكل سنة وبحبك لألك كمان. الله يخلي لي إياها يا رب وما يحرمني منها ويديم فوق راسي. ماما ما هوفرت هلا بابا ظهرت قبل ما هوفر. راح كرسي على الفاضي. بدي بحبته. قلت لها أني بحبك كثير وينادى عليك. مسج لكل واحد أمه موجود يبص لديها كل يوم. كنت إجريها ببوس ليوم كل ساعة وكل دقيقة. ينعاد على كل الأمهات حبيبتي. حبي. كتير حلو التقرير. يعني لا أنا فقط كان من الملاحظ أن حين اتصل الشباب تحديدا بالأمهات وسارعوا للقول لها بحبك، طبعا بعد صدمة الأم ويعني وشك أن هناك شيء بالعادل الشاب لا يعبر عن مشاعره. صحيح. فقط مثلا تسارع إلى سؤاله كيف صرت أحسن أنت وين؟ أي. يعني لم تتوقف حتى عند العبارة، تسارع إلى السؤال عنه. وفعلا تحول هؤلاء الشباب يعني إلى أطفال حين تحدثوا عن أمهاتهم. يعني تحدثنا إلى الكثير، لم نستطع أن نعرض كل شيء في هذا التقرير، لكن العفوية كانت واضحة وكان هناك يعني عجز
أمام الحديث عن الأم، وخصوصا أن البعض يعني رعينا خصوصية أن أمه لم تعد موجودة معه في هذه الحياة، ورعينا الدموع ربما التي ذرفها البعض، وتمنوا على كل من هو يعني أمه لا تزال معه في هذه الدنيا أن يقدرها أكثر، وأن يعني كما قالت يعني قالت لنا لو أن أمي موجودة لقد قبلت رجليها ليلا نهارا ولا يكفي ذلك. يعني هي رسالة كانت فقط للتعبير. أنا سأتصل بها سأتصل بها في هذا الوقت. حضر الاتصال حسن. نحن عن جد هذا العيد يكون مليء جدا بالمشاعر، وأحيانا نعجز عن أن نتحدث أو أن نتكلم، ولكن اليوم أيضا في هذا اليوم في 21 أذار مارس يصادف اليوم العالمي للأطفال المصابين بمتلازمة الداون. هؤلاء الأطفال صراحة هم الأصدق في التعبير عن مشاعرهم. نشاهد كيف عايدوا أمهاتهم، منشوفهم قبل تكوني حضرتيها نفسيا حسب ما تنصدم. يلا منشوف كيف كانت معايدة أطفال داون سيندروم لوالداتهم، كانت معايدة مؤثرة للغاية. نشاهد. بس اكبر بس كيف مدير شو السيارة؟ أنا سافر لونتو، أنا بشوف أنا عمي مروة. أنا حبة تامين ممثل بالمسلسل. ماما أمي حبيبتي ومبطة. أنا حبك يا ماما. أنا بقول لها راح أدافع عنك. بدي أعطيها والدي عبي ماما. أنا بقول لها بحبك. كل عام وانتن بخير لكل كل الامهات. يعني بالفعل يلا يعني استلمي عني. انا كثير حساسه. ماما ماما بعدك معي على الخط، بس بدي اقول لك انا كثير بحبك. يمكن اجمل شيء صار معي. اسمها امك اول شيء. ماما اسمها عايده. ولانا كمان بدك تقلي عليها. ماما بدي اقول لك شكرا، ويمكن احلى شيء صار معي انا بهالسنين الشغل بالتلفزيون انه صح لي انه عايدك قدام كل الناس، وبتظن ما بيكفي. ميرسي كثير لك يا ماما، والله خليلي اياك. ميرسي يا عمري. يلا بنبكي. باي حياتي. باي. انا ما بسترجي احكي مع امي لانه امي اكيد بتبكي. دعيني اكشف. اوكي دعيني اكشف لانا هذا عنك. يعني لقد قالت لانا انها تود ان تتصل بامها لكنها تعرف انها كانت ستبكي بالتاكيد على الهواء، لذا تفادت هذا الاتصال. لا 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 اتصل بها، لكن يمكنك ان تواجهي لها. بس بدي اعيدها كثير. ماما جنت عن جد. يلا كفي. لا لك بد من التعليق على التقرير المؤثر جدا، يعني ربما أصدق ما يمكن أن يقوله هم هؤلاء الأطفال الذين عبروا بصدق عن هذه المشاعر. لكن نحن نقصد أيضا من خلال هو هذا التقرير فقط التوعية. أن نقول بأن هؤلاء الأطفال لديهم قدرات، لديهم طاقة وحب وقدرة أن يعطوها ويرسلوها للآخرين، ليست موجودة لدينا نحن، ويعبروا بطريقتهم الخاصة. فنحن نريد أن نعيد كل أطفال داون سيندروم، وأكثر من ذلك نريد أن نعيد أمهاتهم، لأن نعلم كم تتعب الأم إذا كانت لديها يعني طفل هي تتعب في الحالة الطبيعية، فكيف تماما إذا كان لديها حالة خاصة. أو في أيضا أي أم لديها أطفال لديهم إعاقات معينة، أو نحن لا نحب أن نسمي المسألة بإعاقة، هي إرادة هي فعلا لديهم إرادة أقوى من الجميع. فإذا نعاد على كل الأميات. يا رب ما يحرم حدا منهم. شو رأيك نروح على إسبانيا تنغير جو؟ نذهب الآن إلى إسبانيا وتحديدا إلى مدينة فالنسيا التي أضيئت سماؤها ليس فقط بالألعاب النارية بل بنيران دمى وتماثيل
لتنانين خرافية ودمى كاريكاتورية لسياسيين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المجسمات والدمى تم إشعالها في إطار مهرجان لاس فياس، وتعرض في هذا المهرجان مئات الدمى والتماثيل في شوارع المدينة، ثم تحرق في اليوم الأخير في تقليد عمره قرون تكريما للقديس جوزيف. وفي عام 2016 أدرجت اليونسكو مهرجان لاس فياس في قائمة التراث الثقافي المعنوي، وتتنوع الأفكار لدى صناع الدمى من السحر والموسيقى إلى القضايا الاجتماعية والسياسية. المهرجان الذي تزامن مع نهاية فصل الشتاء تناول هذا العام قضايا حقوق المرأة وصعود الشعبوية واليمين المتطرف في العالم وسعي إقليم كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا. ويصوت رواد المهرجان سنويا لاختيار تماثيلهم المفضلة لإنقاذها من الحريق الكبير. والآن إلى المشهد أونلاين. الليلة في المشهد أونلاين سنجري راب أب، أو سنجري يعني مثل عرض شامل لكل ما ضجت به مواقع التواصل في هذا الأسبوع مع زميلتنا بتول دياب. تفضلي بتول. كيفك بتول؟ منيحة. بدك تعيدي أمك؟ كيفك لانا؟ عيطت انا الصبح. منعيده. شو اسمها امك؟ ريما. ريما، نعيد مدام ريما. كل عام وانت بخير ماما. بتول طبعا البدايه مع عيد الام منذ صح. الامس السوشيال ميديا مثل بيقولوا باللبناني والعاني تفاعل كثير مع هذا العيد، والكثير او اجزم الالاف انهم عايدوا امهاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووضعوا صور امهاتهم وتعابير كما نرى. أيضا كانت هناك لفتة جميلة من الجيش اللبناني، حيث أنه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عايد أمهات عناصر الجيش وعناصر القوى الأمنية، وكان شيئا جميلا فعلا. أنت عايدتي أمك على التواصل، مواقع التواصل؟ صراحة ما لحقت. خلص شفتيها فيس تو فيس؟ شفتها الصبح. يعني في هناك نوع من ترند او مثل موضه انه ما بيمشي حال، يعني لا تكتمل المعايده الا تنزلي بوست على فيسبوك او على تويتر. اليوم كنت انا عم شوف العالم شو عم بتحط وعم جمع وما قدرت انا صراحه اعمل هيدا الشيء. في ايضا كان ملفت متلازمة الداون، كانت أيضا ترند. بس قبل أن أتحدث عنهم، ما رأيك أن نذهب لنشاهد كيف عايد جمهور المشهدية المغردين الذين يشاهدون المشهدية ويتفاعلون معنا على موقع تويتر، كيف عايدوا أمهاتهم؟ بالمناسبة هذه مفاجأة للأمهات، أحبوا أن يحضروها لهم على شاشة الميادين. نشاهد. بمناسبة عيد الأم بحب أقول لأمي كل عام وأنت بألف خير ماما، الله يخلي لي إياك وما يحرمني من وجودك بحياتي، وإن شاء الله يا رب على أمل لقاء مجددا، لأنه يا لانا أنا صار لي 3 سنين ما شفتها للماما. وبحب وجه تحية لأمهات الشهداء وننحني أمام قامتهم، وبوجه تحية إليك وكل عام أنت وكل نساء العالم بألف ألف خير. بعض النساء هن أمهات بالفطرة، بالرغم من فراغ أرحامهم من أي نطفة، بل وحملين هيدي النطفة بقلوبهم. أنا اليوم بدي عيد كل مرة، كل صبية، كل بنت حاملة شعور الأمومة تجاه أهلها، تجاه محيطها، تجاه إخواتها، تجاه كل طفل بتلاقيه بالشارع. ينعاد عليكم جميعا. كل عام وأمهات أبطال وشهداء محور المقاومة، الصامدات الصابرات، وجميع العاملات في قناة الميادين، القناة المقاومة الأولى، بألف ألف خير. إذن هذه كانت مجموعة صغيرة من المعايدات للأمهات. صحيح. طيب أيضا أمهات الشهداء كان لهم حصة أكبر في هذا العيد. لانا فعلا لابد أن نستذكر أن هناك 22 أما فلسطينية تقبع الآن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وألاف الأمهات الأخريات الفلسطينيات اللواتي عاد أبناؤهن مستشهدين، ويمكننا أن نشاهد هذا الفيديو معا. طيب قبل أن نشاهد الفيديو فقط سنقول بأن الأم التي سنشاهدها هي أم عمر
عمر أبو الشهيد ليلى. عمر أبو ليلى منفذ عمليات سلفيت. مشاهد ماذا قال؟ على أعصابي بس كانوا استشهاد زغرت له فيش زيه في جميع العالم، ما توقعت حتى يعمل أي شيء، طلع بهدوء ورجع لي شهيد. أنا دائما أتساءل كيف أمهات الشهداء يستجمعون هذه القوة لكي يتحدثوا، ربما لا أدري قوة الإيمان بالقضية لديهم تكون أقوى بكثير من أي إحساس آخر في هذه اللحظات. عمر أبو ليلى أيضا هو كان يعني اسمه متشاركا، كان في هناك مشاركة كبيرة لهاشتاغ عمر أبو ليلى على مواقع التواصل صحيح. منذ أن أعلن عن استشهاده صحيح. القاسي صحيح. يمكننا أن نشاهد هذه التويتس وتدوينات على فيسبوك، كل التدوينات كل التغريدات تحدثت عن بطولة عمر، ولكن أكثر من ذلك تحدثت عن الخيانة التي تلحق بهؤلاء الشبان الفلسطينيين الشجعان بتسليمهم هكذا من قبل إعطاء معلومات عنهم. كانت هذه هي التغريدات الأقوى والأقصى على مواقع التواصل بعد إعلان استشهاد عمر أبو ليلى. طبعا الميادين أيضا تفاعلت مع عملية استشهاد عمر أبو ليلى، وكان هناك الكثير أيضا من الصور التي صحيح. شاركها موقع صحيح. الميادين وكل صحيح. منصات الميادين على مواقع صحيح. التواصل. طيب ننتقل إلى هاشتاغ آخر كان بارزا، هذا صحيح هجوم نيوزيلندا طبعا، اشتهر هاشتاغ هالو براذر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وهي العبارة التي استقبل بها أول ضحايا هذا الهجوم، استقبل بها القاتل وقال له هالو براذر. ويمكننا أن نشاهد هذه التغريدات مصحوبة بهذه الصورة التي صارت رسم، يعني هذه الرسم التعبيري صار مثل أيقونة لهذه الهاشتاغ. طبعا عندما نتحدث عن هذه الجملة العبارة الشهيرة التي وثقت الكاميرا هي لرجل أفغاني للأسف هاجر من ظلم الحرب في أفغانستان، وإذ به يلاقيه ظلم أكبر في دول مفترض أنها كان ستحميه وتؤمن له السلام، وأصبح هو رمز لهذه المجزرة. في كل أحوال هالو براذر أيضا تم مشاركة عليه الكثير من الصور التضامنية أيضا من النيوزيلنديين. صحيح، الكثير من النساء إذا شاهدت على مواقع التواصل الاجتماعي لبسنا الحجاب تضامنا مع النساء النيوزيلنديين، والكثير أيضا دخلوا إلى المسجد وصلوا مع المسلمين في هذا المسجد. ولكن أيضا هناك فضيحة صارت ضمن هذه الحادثة، فضيحة فيسبوك الذي عرض لمدة 29 دقيقة فيديو المجزرة ولم يبلغ أي شخص من المشاهدين هذا الفيديو، وقد تم عرضه 29 دقيقة حتى تم سحبه عن فيسبوك. وتم فيسبوك نشر بيان هذا هو حول الحادثة هذه على محركات فيسبوك لم تكتشف أن هذه جريمة قتل تحصل بشكل مباشر. صحيح. يعني وهو بالعادة فيسبوك يرصد هذا المحتوى، ولكن هذه المرة لم يحصل كما جرت العادة يعني. ففعلا هذا الموضوع سوف الله يسامحكم. ألو يعني أنا ما بدي أحكي مع أمي هنا أقولها أي مامي كيفك؟ ما تبلش تبكي دخيلك. على خليلي هيك بحبك كثير. اوكي مرق ما بكيت، ما بعرف بسمع صوتها لا. ميرسي كثير على خليلي هيك، يلا باي مامي باي. تماسكت لا لانه انا امي حساسه كثير فبتبكي على الفرح وعلى الكره. فما كنت بدي احرجها. خليلك يا هلانا. شكرا الله يخليلك امك. مرت الجاي يعني الاسبوع المقبل سنتحدث عن مساله فيسبوك، هذا الموضوع كثير مهم. صحيح نعم، وسنتحدث عنه بالتفصيل، هناك الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع لابد ان نذكرها بالتفصيل في فقره كامله. طب شو رايك نختم الان مع زميلتنا شروق؟ صحيح سنختم يعني سنختم مع عيد الام، خبرينا عن شروق.
شروق زميلتي بالميادين نت، وقد صورنا أمس فيديو لشروق وهي تغني وتهدي جميع الأمهات بصوتها أغنية وتعايدهم عبر طب سنقول الآن فقط لمخرج محمد، سنختم مع شروق وخلص نختم، يعني نشكركم على المتابعة مشاهدينا، ونلتقي معكم غدا في المشهدية سبيسيال. المشهدية سبيسيال ستكون المشهدية خاص ستكون من تونس عن تطورات الهامة السياسية التي تحصل الآن في تونس مع الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس الشعب التونسي. الآن نختم إذن مع الأم، تحية لكل الأمهات الذين يشاهدون المشهدية والميادين وفي كل العالم، نقدم لكم كل الحب. شروق تعيد الأمهات بأغنية ونحن نعيدكم بأصدق المشاعر. إلى اللقاء. مغنيتنا العظيمة، ما بدك تسمعينا شيء بمناسبة عيد الأم؟ بلا أكيد. آمل لا تمثال اللي صرت واللي تعبت واللي ربي واللي شلت حملي جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حضني من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه.